السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا غاليين، يا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد منورين قناتكم. تذكرون قبل فترة سويت تغطية الفرع الوعلان المخرج بين 10 وبين 11، هذا يصير فيه عندهم العروض على موديلات ال 15 وال 16 وال 17. عندهم اليوم باخذ لكم انا تغطية سريعة، وببدأ بكم اول شيء بالسنتافي. السنتافي هذا 2015 فل كامل بس بدون شاشة، مكينة 2400 غير توماتيك ودفع رباعي، والجنط مقاسه 19 مراتب جلد. طبعا هذا سعره بدون القيمة المضافة ب 79,000. وهذا شكله من قدام جنوط، مقاسها 19 مقابض نيكل، وهذا الجنط. طبعا المكينة 2400 لأنه 4 سلندر في غسيل أنوار. هذا شكله مع الجمس، صوركم صرفيه الوقود يمشيك اللتر 12 والبنزين 91. اغلب سيارات هونداي البنزين 91، طبعا دفع رباعي وسطبات الاي دي، وجايك مخرجين تحت شكمان، وفي حساسات خلفيه. صوروا لكم الحين من داخل، في دخول بدون مفتاح، وهذه الداخلية. طبعا هذا الفل من الاربع سلندر، ستة سلندر يصير فيه نقاط عمياء وفي تنفيذ خروج على المسار. عندك اوتر السواق وفي المركزي، مراتب جلد باللون البني وكرسي كهرب، وينقصوا بس الشاشة. وهنا زر حق المنحدرات وحق هذا الدفع الرباعي، وزرار تحكم اللي هي بدركسون وثبت سرعة. الحين نركب صور لكم، وهذا سقف البانوراما. يجيك الفئة هذه 3 صفوف و7 مقاعد. خلنا نركب وشغلكم السيارة. هذه الداخلية، ستارت من هنا، مثبت السرعة، وزرار تحكم بشاشة المعلومات اللي بالنص، وعندك الزرار تحكم بالشاشة وبلوتوث، وفيها الشاشة الصغيرة هذه فيها كاميرا صغيرة. طبعا هو اللي ينقصه بس اللي هو الشاشة الكبيرة. وهنا التحكم اللي هو بالمكيف، وعندك الفرار ومستقل السواق والراكب، وعندك هنا في 12 فولت والأويو إكس، وجايك فيه مساحات تخزين بعد. وهذا الجير فيه تسخين وفيه تبريد، وعندك الأوتو هولد والجرنط الكهرباء، وهذا حامل أكواب. وهذه الدرج مساحته كبيرة، وعندك يا طول العمر والسلامة فيه رباقات أمامية وجانبية. وحين ننتقل للمرتبة الثانية، هذه عندك مساحة بعد تخزين موجودة هنا، ومراية فيها تعتيم وفيها البوصلة، وهذا حق السقف. طبعا هذا الإضاءة بيت النظارة، والسقف حق البانوراما. صراحة أشوف أنا السعر مناسب، 79,000 بدون الضريبة، يعني سيارة عائلية وبنفس الوقت واسع وفيه مواصفات، مراتب جلد وستاير جانبية، وهذا مراتب تقدر تصفطها. طبعا تصير مساحة تخزين أكبر، وفتحات التكييف الحين مصورها لكم، هذا شكله من ورا. فتحات التكييف وين تجي؟ تجي هنا. وفي مراتب الصف الثالث. إذا صفت مراتب تصير بالشكل هذا، وهنا مراتب الصف الثالث مع الشنطة. شايفين هذا المراتب؟ واسع يعتبر ما شاء الله. اسطبات الايدي جاي على شكل خطين، سقف بانوراما وسلة. وشنطة كهرب، في فئة منه يجي شاشة بس بدون شنطة كهرب،
هذا جاي شاشة صغيرة وشنطة كهرباء. وهذه الداخلية. وعندك هنا التحكم بالخلفي وتحكم وراء بالمكيف. هنا في مساحة حقت العدة ومساحة تخزين سبير تحت. وهذه المراتب جايب 3 صفوف و7 مقاعد. صور لكم جهة الراكب وهذا جهة الراكب. الراكب كرسي كهرباء. وبس. وهذه الانوار. الانوار زنون مع اللد النهاري. كشاف ضباب باللون الاصفر. وعندنا هذا 2016 فل كامل. هذا 6 سلندر وحجم الماكينه 3.3 ودفع رباعي ويجي فيه هذا 4 كاميرات وتنبيه خروج عن مسار ونقط عمياء. هذا سعره 99,000 بدون الضريبه. طبعا سعره قبل خصم كان 110,000 يطلع عليك مع القيمه المضافه تقريبا 103,000. وهذا شكله مع الجنطه بسقف بانوراما شارب مرايه مقابض نيكل. الجنط هذا مقاسه 19 ويجي دفع رباعي. شغل لكم النور الحين بس خلنا ناخذ لكم لفه. وهذا حق صرفيه الوقود يمشيك اللتر 11.4 بنزين 91 والماكينه 3.3. وعندك اسطبات الاي دي دفع رباعي مخرجين شكمان. طبعا يجيك 3 صفوف و7 مقاعد. زر التحكم اللي هو بنوافذ سواق اوتو تحكم المرايا ذاكرة تخزين مراتب وكرسي كهرب ومراتب جلد. وعندك هنا حق المنحدرات زر فاص مانع انزلاق وهذا حق نقط العمياء. وهنا يا طول العمر التحكم اللي هو بالشاشة مع مثبت حق السرعة. خلنا نركب صوروا لكم من داخل. قبل لا اركب اوريكم الجير. جنط كهرب تسخينة تبريد مراتب جلد باللون البيج وهذا السقف المنظمة. هذا الشكل الداخلي قبل اشغل. هذا المفتاح. طبعا السماعات من شركة انفينيتي. وهذا الشكل الداخلي بعد ما شغلنا زر التحكم اللي هو بالشاشة. وعندك هنا في حق شاشة المعلومات يتتحكم فيها من هنا. وهنا مثبت السرعة وهنا بلوتوث. وهنا تتصفح الأشياء اللي تبيها جوا السيارة. طبلون 240 وهذه الشاشة مع مدخل سيدي. وعندك هنا زرار التحكم اللي هو حقة الشاشة وهنا حقة المكيف ومستقل للسواق والراكب. وعندك يا طول العمر والسلامة هنا تحت مخرج USB و OOX ومساحات تخزين و 12 فولت وهذا الجير مع اوتو هولد والجرنط الكهرب. وهذا زر حق الكاميرا. بس خلوا اوريكم حقة الكاميرا. هذه الكاميرا. الكاميرا جاية طبعا الشاشة لمس. وهذه الكاميرا الامامية جاية ب4 كاميرات. نشوف ما شاء الله مواصفات حلوة صراحة. وعندك يا طول العمر هنا جايك التخشيب كنه كاربون فايبر مع الدرج. وبس الباقات امامية وجانبية. وريكم مراتب الصف الثاني. نفتح لكم. طبعا هنا نسيت اوريكم مراية. مراية فيها تعتيم وفيها بوصلة. وهذه الاضاءة جاية باللون الاصفر. وعندك هنا السقف حق البانوراما. هذه ستارة طبعا. تفتح ستارة ونفتح لكم السقف علشان تكون الإضاءة أقوى.
هذه مراتب الصف الثاني. طبعا في ستاير يدوية وهنا مراتب الصف الثاني طبعا مصفوطة. هذه مراتب جلد وهذه مراتب الصف الثالث زي فكرة 2015. وفي تكييف مخارج المكيف وين جاية؟ جاية هنا. وهذا شكل الطبلون من وراء. وهذا السقف البانورامي. طبعا اسطبات الاي دي. اوريكم الشنطة. شنطة كهرب. ما شاء الله تبارك الله. هذه مرتبة الصف الثالث. يعني تعتبر كويسة مساحة بيركبون بزران ولا ناس تساهم صغيرة. وهنا تحكم بالمكيف. شغل لكم النور. وهذا النور. النور LED وكشفات ضباب باللون الأصفر والليد النهاري. وعندنا هنا التوسان 2017 محرك 2000 دفع رباعي وجنط 19 وسقف بانوراما وبصمة وكاميرا وحساسات خلفية. هذا سعره بدون الضريبة ب 79,000. الأنوار جايتك هنا بعد ستين وكشفات ضباب والليد النهاري وشارب مراية مقابض الأبواب نفس لون السيارة. وهذا صرفية الوقود يمشيك لتر 13 كيلو البنزين 91. الدخول ذكي بدون مفتاح. زر التحكم بالنوافذ السواق أوتو. تحكم المراية صفت اللي هو المراية أوتو. وكرسي كهرب ومراتب مخمل. هذا شكل الداخلية. طبعا انا مصور اكثر اغلب الفئات هذول كلهم مصور لكم من قبل فباخذهم لكم على السريع. هنا زر التحكم اللي هو الشاشه وهنا مثبت السرعه. الشاشه الصغيره تحكم بالمكيف وعندك هنا الدبل وحق الحساسات. وفي مخارج المكيف هنا تكايه بالنص. طبعا سقف بانوراما. وهذا كريتا 2017 محرك 1600 حساسات خلفية وجنوط وتحكم وبصمة. والسعر بدون القيمة المضافة ب 59,000 وعليه تظليل مجاني. جنوط وكشف الضباب. هذا شكله مع الجنب. شارب مراية. وعندك هنا يا طول العمر صرفية الوقود يمشيك اللتر 15 كيلو والبنزين 91. ودخول بدون مفتاح. هذه الداخلية. زر التحكم النوافذ السواق أوتو. حق المراية مراتب مخبل تحكم يدوي. هذه الداخلية. شاشة وبدون مثبت سرعة. زر التحكم بشاشة صغيرة. وهذا الجير 6 سرعات. هذه مرتبة الصف الثاني. فتحات التكييف عندك هنا بالنص. وبس سلامتكم الغالين. أرقامهم وحساباتهم واللوكيشن بحطه لكم تحت بالوصف. بمعنى الله وبحفظ الكريم.